تحياتي لكم متابعينا في كل مكان. وبعد تأهل منتخبنا الوطني العصيب الدراماتيكي من مجموعته، المجموعة الثانية اللي ضمت كل من غانا، كابفيردي وموزمبيق، ايه الجديد اللي بيحصل النهارده داخل فندق إقامة منتخبنا الوطني؟ طبعا من لحظات أعلن موقع اتحاد كرة القدم حجم إصابة محمد الشناوي، الشناوي أصيب بخلع في الكتف، لن يكون متواجد مع المنتخب فيما تبقى من لقاءاته. بيحصل في الوقت الحالي تواصل ما بين الجهاز الطبي للمنتخب والنادي الأهلي، إذا كان سيعود الشناوي هل هيتم اجراء عمليه جراحيه فور عودته ولا هيكمل مع منتخبنا الوطني؟ ده امر هيتم تحديده خلال الساعات القليله القادمه. الامر الثاني، المنتخب موجود دلوقتي في ابيدجان، بيتم يعني تنسيق مكان اقامه المنتخب في سان بيدرو. سان بيدرو بتبعد حوالي 380 كيلو عن ابيدجان، لكن المنتخب طبعا هيتوجه بطائرته الخاصه، ومن المفترض ان التوجه من ابيدجان لسان بيدرو يكون اما يوم 25 او 26 القادم. وعايز اقول لكم ان سان بيدرو ممتلئه عن اخرها بالجاليه المغربيه، الامكانيات هناك اقل بعض الشيء، حاله الجو في سان بيدرو اصعب بعض الشيء من ابيدجان. الامر الثاني يتعلق بموعد رحيل محمد صلاح. طبعا صلاح في الوقت الحالي قاعد مع اللعيبه في بهو الفندق، حديث مستمر، حديث وديه، اللعيبه يعني خلال ساعتين او ثلاثه بالكثير قوي هيكون في تجمع ويعني اشبه بوداع لصلاح، على ان يغادر صلاح بطائرته الخاصه ايضا الى متوجها الى نادي ليفربول من اجل تجهيزه على امل ان يعود اذا يعني شفي في الوقت المناسب وكان المنتخب مكمل في البطوله. بنتابع معاكم من هنا من داخل فندق منتخبنا الوطني كل ما هو جديد، وتابعونا على مدار اليوم. الى اللقاء.